النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. إذن تستمر المملكة تحت تأثيرات المنخفض الجوي من الدرجة الثانية، زخات من الأمطار متوقعة طيلة نهار اليوم الاثنين على المنطقة الشمالية الوسطى، أجزاء من المنطقة الجنوبية. تكون هذه الزخات عبارة عن أمطار مخلوطة بالثلوج أو زخات ثلجية فوق القمم الجبلية الشاهقة. لكن اعتبارا من ساعة مساء يوم الاثنين وخلال نهار يوم الثلاثاء، استقرار الطقس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن هذا الطقس سيكون مستقر مؤقتا، لأن المملكة ستبدأ تتأثر بمنخفض جوي أكثر قوة وأكثر شدة اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث نلاحظ هذا المنخفض الجوي من الدرجة الثانية الذي تتأثر به المملكة يتمركز حاليا فوق الأراضي السورية، يدفع بكميات كبيرة من الغيوم من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام. اعتبارا من ساعات المساء ويوم الثلاثاء، استقرار مؤقت على الطقس يظهر جليا هنا في صور الأقمار الصناعية، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، منخفض جوي يتوقع أن يتشكل هنا فوق الأراضي اليونانية، يتحرك تدريجيا نحو عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ثم منطقة بلاد الشام والمملكة يوم الأربعاء. وبالتالي كمختصر لما تحدثنا، منخفض جوي درجة ثانية، استقرار مؤقت على الطقس يوم الثلاثاء، ومنخفض جوي درجة رابعة اعتبارا من نهار يوم الأربعاء. نتحدث أكثر حول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة واعتبارا من نهار اليوم، حيث نهار اليوم تبقى المملكة تحت تأثيرات تيارات غربية رطبة مرافقة لهذا المنخفض الجوي من الدرجة الثانية. تستمر فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية الوسطى وأيضا الجنوبية، لكن اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء تتراجع حدة هذه الأمطار، يستقر الطقس تدريجيا لكن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل لتعود وتصبح ما دون الصفر المئوي، الصقيع مجددا، الانجماد مجددا متوقع في عموم مناطق المملكة خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء وأيضا خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء استقرار على الطقس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الطقس بارد بشكل عام، لكن هذا الاستقرار على الطقس سيكون مؤقت بفعل اقتراب لهذا المنخفض الجوي من الدرجة الرابعة والكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة، يتحرك تدريجيا شرقا نحو جزيرة قبرص ثم يصل أولا يصل إلى الأراضي السواحل أو السواحل السورية اعتبارا من ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء، ثم الأراضي اللبنانية، ثم خلال ساعات صباح يوم الأربعاء وظهيرة يوم الأربعاء يصل الأراضي الفلسطينية، ثم تعبر الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي أجواء المملكة اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء. هذه الجبهة الهوائية الباردة ستكون عالية الفعالية مصحوبة أمطار غزيرة، رعود، زخات من البرد وأيضا زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر، وبالتالي هناك مناطق واسعة من المملكة ستشهد هطولا للزخات من الثلوج. خلال ساعات ليلة الأربعاء على الخميس توقع أن تستمر تأثيرات هذه المنخفض الجوي، أو بمعنى أصح تشتد تأثيرات هذا المنخفض الجوي، وتهطل زخات غزيرة من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، تكون على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر وتكون متراكمة، وربما تهطل حتى الثلوج ما دون هذا الارتفاع على شكل ثلوج غير متراكمة أو أمطار مخلوطة بالثلوج. تستمر تأثيرات هذا المنخفض الجوي خلال ساعات يوم الخميس، وتستمر الثلوج حاضرة أيضا على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر. توقعات الجوية للعاصمة عمان للثلاث أيام القادمة، يوم الثلاثاء استقرار مؤقت على الطقس، فرصة لغسيل الملابس وأيضا لنشر الملابس قبل أن تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي من الدرجة الرابعة والكتلة الهوائية القطبية. فرصة الثلوج في العاصمة عمان تبدأ ما ساعات ما بعد الظهيرة والعصر، تنخفض درجات الحرارة لتسجل 4 درجات مئوية كحرارة عظمى،
أما ليلا تصبح الثلوج غزيرة ومتراكمة وتنخفض درجات الحرارة لتسجل 0 درجة مئوية. ترتفع قليلا درجات الحرارة خلال يوم الخميس، لكن تبقى الفرصة أيضا واردة لهطول زخات ثلجية ومتراكمة في الأحياء العالية من العاصمة عمان، في حين تصبح الثلوج هذه أمطار مخلوطة بالثلوج في أغلبية أحياء العاصمة عمان، لكن تستمر هذه الزخات عبارة عن ثلوج صافية فوق الأحياء العالية مع 3 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية، أمطار خير وبركة نتمناها أيضا، وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.